رح نرضى بغير الحق اللي بيرجع لاصحابه، واللي بيتربى على عز ما بيتباهى بماله. عزك من حقك رح يرجع له مهما طار غيابه، مهما الزل يزيد ويقوى الخير بيبقى برجاله. شغلة اللي ما بتزين عروقه وما بتزين خروقه، البيت بسكانه مو بحيطانه. بدي اسألك، انت مصر على البنت بدك اياها ولا لا؟ حبيبي انت بتعرف اني انا اخذه محل امك وابوك، يعني حامله حمل كبير، مشان هيك بدي اسألك. البنت قد المقام؟ امي الله يرضى عليك لا تفكر ان شاء الله مصاري ابدا. ها ستي معلي جوابك شواب، يمكن تزعلي منه. جاوب. مقامه ومقام عيلتها أعلى من مقام، ولزيدك من الشهر بيت أنا جاي لهون ومتأكد 99% إني ما رح تقبل فيه. وليش لحتى ما تقبل فيك يا بعدين؟ بسبب أمي بنتك، هي اللي كرهت رزان فيني. وشو عملت لحتى كرهتها فيه؟ أهلا وسهلا، تفضلي. يسلموا. صحتين، تفضل. يسلم. أهلا وسهلا ديما. وينو أنور؟ أنور جوا هلأ بيجي. رزان جود بيحبك. وبرأيك هاد سبب كافي لأوافق عليه؟ طيب شو بدك؟ اسمع لقلك، جود معدوم الشخصية قدام أمه. من فترة أمه سبتني وحكت معي كلام كبير، هو كان قاعد
ما فتح تمه بكلمة واحدة. تعرف ليش أمه ما بدها ياني؟ لأني دون المستوى المطلوب. طبعاً هذا الكلام كان قبل، بس هلأ لو حتى هي اللي بتجي وبتطلب إيدي أنا رح أرفض. ما بدي إياه، ما بكرهه بالعكس، بس مستحيل مستحيل أقدر أكمل حياتي معه بوجود أمه. هي حدا مؤذي كتير وأنا عن جد بخاف منها. عم تقليلي على فرح؟ ما هي مصيبتنا كلياتنا بسيطة. بس رزان جماعة قاعدين برا، ما حلوة ما تفوتي تسلمي عليهم. أكيد رح فوت، سبقني وأنا لحقتك. شافوا الدكتور لقبلكم بس اضطر يروح لأنه عنده عملية تانية. إيه؟ هذا إسعاف، شلون بتركه وبيروح بيساوي عملية لواحد تاني؟ طمني مدام، لو ابنك كان محتاج لعملية أكيد الدكتور ما كان تركه وراح، بعدين إحنا كلياتنا هون. طيب ماشي الحال، نحسن ندخل نشوفه شوي؟ إيه تفضل، هو صاحي، والدكتور أول ما يخلص عمليته رح يرجع لعندكم فورا. هلا خير. شلون خالتك عفاف؟ منيحة، على وش ولادي. أهلا وسهلا. أول شي لا تواخذونا أجينا من غير موعد، أنا كنت حابة أتعرف عليكم وعلى العائلة أكثر، وتاني شي أنا ما كنت عارفانة إنه أخوكي من المستشفى. الله يعافيه يا رب. الله يسلمك حبيبتي. والله أنا ماني عارفانة منين بدي بلش، من هون ولا من هون. خالي ما في داعي تبلشي، الموضوع خاص بيني وبين جود. جود خلينا نحكي كلمتين على جنب. ايه اهلا وسهلا. استريح. هاي هي غرفتي، أكيد في فرق شوي بينه وبين غرفتك. جود أنت ما مليت؟ قبل ما يموت سالم بيوم واحد وهو بالمستشفى، بتعرف إيش قال لي؟ قال لي إذا متت بدي منك تتجوزي جود، أتجوزك إلك. هيك وصاني قبل ما يموت. هذا الكلام يلي خلاني شبه أقتنع إنه أنا وياك ممكن نرتبط ببعض، مع العلم إنه قلت لك إنه قلبي مات معه وإنه ولا ممكن أقدر أحب من بعده، بس أنت قلت لي معلش برجع بعيش لك إياه. يلي قتله لسالم رصاصة فرح طايشة، قتلته قتلت معه كل شي حلو بهالدنيا بنظري. تخيل الرصاصة يلي قتلت سالم اسمها رصاصة فرح، وأمك اسمها فرح. حسيت بلحظة إنه ممكن إني أكمل حياتي معك وممكن إني أكون سعيدة. عم إجت الرصاصة الثانية يلي هي أمك وقتلت أي احتمال إنه نحن نرتبط ببعض. فشوف جود، أنا ما بدي ارتبط، أنا ما بدي أتجوز بحياتي كلها. لهيك بدي منك تطلع لعند نانتك وتاخدها وتروحوا، نحن هلأ جايين ضيوف. خليك شوي جود. هدول بيطلعوا 6 مليون حق الساعة يلي جبتها من بكري. منين جبت هدول؟ بتمنى لك السعادة بحياتك جود، بس بدي تنتبه من أمك بأي علاقة بدك ترتبط فيها.
موفق بحياتك. لسه ما اجى. ريم ما حس فيهم طويل. هلا بس يجي بنساله. وبما انك حسنان تحكي في كان بشار بدي اسالك عنه. وفى هلا ما وقته. لا هلا وقته. وائل ابن اختك شاف بغرفتك في علبه فيها صيغة ودولارات. منين هدول؟ دولارات كنت عم بصمت فيهم عشان اشتري بيت واسجله باسم بنتي سالي. مش قد بيطلعوا هدول؟ $60,000 قبل الحادث اللي صار معي كنت مصمم 3 ملايين. وما حطيتهم بالبنك مشان ما ابوك يكتشفك مو هيك؟ قمت رحت حولتهم دولارات ليصير حجمهم قليل ويصير سهل تخبيتهم، مزبوط؟ لك بس الغريب انه انت كنت أنا أعطيك بالمعمل عندي 40,000 كل شهر، شلون صمدت 3 ملايين؟ منين؟ ما علينا، معروف شلون، وحط لي هالشغلة على الزيق، وذهباتنا أنتاك. هي عندني إياهم. أعطتك إياهم إلك؟ قالت لك خود يا باسم خود هدول الذهبات وروح اصرفهم وحرم اخواتك ولاد عمك ويا سيدي لنفرض كلامك مزبوط ولك ليش خبيت علي ليش انا موجوع موجوع شلونك ديما؟ فوت عفاف. يلا يا عفاف. يلا 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 تعي يا قلبي يلا السيارة برا. هاتي ايدك هاتي يلا. ايوه الشنطة هاي لا تنسى. لا 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 تقدري تمشي؟ ايه ولا احملي؟ لا لا بس المشكلة ما شاء الله عنك شلون بدي احملي؟ اه عليك انت كثيري بتقدري. ايه يلا شوي شوي يلا شوي يلا يا قلبي يلا ها يلا يا رب سيارة على الباب تماما بس نوصل دنيا يلا يا رب عليك سندي سندي ما وصلتي علي سندي ايوه ايوه يلا شدي حيلك يلا يا قلبي يلا موجوعة موجوعة يا حبيبي قلبي يلا يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك بس الطريق يلا يلا يا رب يا رب حبيبي شبك انت اليوم وقت ما طلعنا من عند الجماعة ما فتحت تمك بكلمة أمي بعدين هاي اللي فاتت مع البنت ومعها شرطي مين هي؟
لك انت شو صار بينك وبين رزان؟ ما تقلي لك ابني بتحبيها لبنتك فرح رح جننها، وحياتك يا تيتي رح جننها. امي اللي هي سبب كل مشاكلي رح خليها تمشي بالشارع وتحكي مع حالها. تيتي هي وصلنا، انت انزلي هلا، انا رايح على المكتب عندي كم شغله وبرجع لعندك. توبر قلبي، شو حابب تغدى؟ شو حابب؟ محاشي. مو على عيني، لك تكرم عينك، هي قبلك. تكرم عينك توبرني، انا رح انزل لحتى الحق اللحام قبل ما يسكر، بدك شي امي؟ سلامتك تيتي. الله يرضى عليك، يلا عن اذنك. الله معك. يا رب. ديما انا رح اسقط حقي عن باسم، ومو بس هيك رح اصير كل سنه بس اجي على سوريا اخلي سالي تيجي تزور عندكم كم يوم اذا كنتوا هون او بحلب. رغم اللي سواه معي باسم لما طلعت من المطار انا قدرت وضعه، خصوصي لما حكيتي لي انه لما فاق من الكوما كان مو على طبيعته. بس هو لازم يفهم شغله، انه نحن منفصلين وانا صار عندي حياه جديده. هلا بنته بتضل بنته بس بدون ما بعرف بعرف، من دون ما يتعامل معك بعنف او يكرر يلي عمله. ديانا، باسم حاليا بالمستشفى، ما بنعرف ايش اللي صاير معه. نحن ضلينا هون بالبيت لانه الشرطه خبرتنا انك جاي تاخذي اغراضك، بس تروحي رح نروح لهونيك مشان نعرف ايش اللي صاير معه. المسعف يلي سعى فؤاد انه في حديده داخله بظهره، ان شاء الله ما تاثر عليه بشكل مو منيح. لا ان شاء الله ما بصير عليه الا كل خير. هلا بس بدي اجي على سوريا بحكي معك انت اوكي، وبتفق معك مشان جاي تسالي لعندكم. شكرا لك ديانا. لا رزه، هذا حق وقانون، باسم حقه يشوف بنته. أنا بقصد شكراً لأنك رح تقسطي حقك عنه. باسم أبو بنتي. يلا شكراً كثير. شكراً لك. باي رزة. باي. الله معك. خلص ما تعطلي هم لا الريسيفر ولا الغسالة. اجتني دفعت 500,000. ايه منشتري ريسيفر تاني ونصلح الغسالة. يلا روحي رح ضبضب اغراضي واجي على البيت. لحظة. ايه استاذ جود. دانا طالع عندي. ايه يلا. برجع بحاكيكي بدي فوت لعنده. يلا باي. دانا حدا اتصل فيه شيء؟ لا ما حدا اتصل. استاذ لسه بدك شيء تاني؟ لا ما بدي شيء، خلص فيك تروحي، اصلا خلص دوامك من نص ساعة. طيب ماشي بالاذن. ابنكم بهيك حال ما فينا نسوي له عملية لحتى يصح جرحه تماما. طيب دكتور، يعني ابننا ايش صاير معه على المزبوط؟ ابنكم صاير معه انفتاق غضروفي بين الفقرات السفلية وتحديدا بالقناة القطنية، وهذا الشيء رح يسبب شلل بالقسم السفلي. طبعا هذا الشلل مؤقت لانه بالعشر سنين الاخيرات الطب تطور بهذا الموضوع يعني، وانا بنصح يضل شيء اسبوع بالمستشفى تحت رعاية طبية مختصة، وبعدها فيكم تاخذوه على البيت، وأنا بصير كل يومين بطل عندكم على البيت لشوف إذا كان جاهز العملية.
بس لازم تعرفوا انه اذا كان بتكون تسوي له عمليه نسبه نجاحها بين ال 20 و30% بس. طيب دكتور، من هلا لوقت العمليه وضعه ايش راح يكون؟ راح يكون في عنده شلل سفلي بشكل كامل. موكلك المجرم بالقانون لازم يتحاسب. بكفي البلد الخراب اللي صار فيها، وإذا ما اجتمعنا كلياتنا وحاربنا الغلط البلد ما رح تعمر. أمثال موكلك بالقانون بالقضاء لازم يتحاسبوا، وأنا اللي بدي حاسبهم، أنا اللي بدي حاسبهم، أنا اللي بدي حاسبهم. أنوار بدي إياك بشغلي. مر عمي. أروح أنا؟ لا لا خليكي بيركة. إيش اسمك الثلاثي؟ أنوار منير العبد. هذا شيء ب300,000، بكرة بتنزل على البنك بتصرفه، وبتروح بتدورنا على بيت مفروش بمنطقة محترمة. أهم شيء يا أنوار إنه يكون البيت أرضي. تكرم عينك. لمين؟ إلكم لك بنتي. أخوكي بعد أسبوع طالع من المستشفى. فهمتي علي شلون؟ طالع على كرسي متحرك، فلذلك أنا بدي البيت أرضي. وخلي لي عينك يا أنوار، البيت بده يكون جاهز قبل بأسبوع. وعم نغلبك، بس بعرف أنا إنه أنت صرت واحد من العيلة. لا ولو. شكراً عمو، بس نحن أنوار استأجرنا بيت ب20,000. وبس تستأجر البيت بتروحي أنتي وأنوار بتضبي غراضكن الشخصية بس، ها، وبتاخدوه على البيت الجديد. وأخوي ما بدي إياه يدرى بهذا الموضوع. مثل ما قلت لي، بعد أسبوع أخوك بده يطلع من المستشفى ونروح كلياتنا على بيتكن هذا الجديد. فلذلك أخوي ما بده يكون عنده خبر مشان نفاجئه هنيك قدام البيت. جيبنا لهون الأخراي.
لأنه بيتك هداك سلمنا لصاحبه قال بده يكسيك. إيه بعرف، على أساس إنه يعني مددنا شهر شهرين بضاعة. يا سيدي مزبوط، امبارح بالليل قلب عقله، قال هلا بده إياه يكسيك. استأجرنا هذا البيت لفترة مؤقتة لشوف إيش تنساوي. زين هلا خاي زين. تفضلوا يا جماعة تفضلوا. يا رب تفضل. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. أنوار على الغرفة الصدرينية. ماشي على مهلك. يا على مهلك على مهلك. بك لخا، هذا البيت استأجرناه فترة مؤقتة لبين ما تجوز ديما ونطمن على باسم وتصلح بيتك بحلب. امشي امشي. تعال معي لين أستاذ. كيفك دانا؟ منيحة. شو عم تعملي؟ أول شي عم راجع شوية حسابات وعم رد على كم إيميل. اليوم شو؟ اليوم؟ تلاتة؟ طيب بعد بكرة الخميس. أنت إجازة خميس جمعة سبت أحد تنين تلاتة. ليش؟ بدك تسافري معي. لوين؟ شهر عسل. بكرة الخميس منروح شهر العسل. شو قلتي دانا؟ الله يجوعاني كتير كتير وشهيتي مفتوحة على الأخير. قلتوا برني. لما بقول لك يا تيتي اني رح انتقم من امي على كل شيء عملته معي، تاني مره صدقيني. شو؟ شو قلت؟ بكره بتحضري اللي جاي. مش حتقدر تغمض عينيك. والله؟ حاجتك بقى؟ ييه، ليش ما عم تصدقيني؟ شو عم بمزح معك؟ هذا الموضوع ما بيمزح فيه. ما قصدي انه عم تمزحي معي، بصراحة أنا خايفة يكون جود هو يلي عم يمزح معك. ويا ستي، إن غدا الأربعاء لناظره قريب. هو قال لي إنه بكرة كتب كتابنا، ومن ثم بعد بكرة الخميس إلى شهر العسل. إيه وأبوه؟ شو بقى أبوه؟ ضربتني فيه صداقة كتير متينة. وأنا قريب رح نتصاهر. اسمعي ولي هبلة، إذا هالموضوع بيطلع مزبوط بقبرك إذا ما بتطلبي مقدم مليون ومؤخر 20 مليون. مقدم مليون ومؤخر 50. طيب وأمه؟ شو؟ هلأ جود وقت حاكاني قال لي إنه بده الموضوع يبقى سر بيناتنا لبين ما نرجع من شهر العسل، يعني أمه ما رح تعرف. قصدي بعد ما ترجعوا، أنت من فترة حكيتي لي شو صار بيناتكم. شو مشان أمه؟ قصدك حماتي؟ حماتي حياتي.
والله لفرجيها. شو بدك تورجيها؟ ايه بدي فرجيها الزنبع من وين بينبع. لكن انا تكب علي بنزين بنت الكلب وتحمل قداحة شاعلة؟ حموات اخر زمان. وانا كتير اشتقت لك. قوم قوم تعال عندي، عن جد اشتقت لك. خلص قوم تعال عندي ونتعشى سوا. عم قلك ما بقدر، ستي عاملة عشاء، عاملة ملوخية وكبه انا طلبتهم منها. طيب خلاص، بكره الصبح بفيق وبيجي بشرب القهوه انا وياكي، منيح هيك؟ اوكي منيح. وبتجيب كل اغراضك من عند ستك؟ لك ايه ايه طبعا رح اجيبهم كلهم. خلاص انا راجع البيت على طول. بسألك شيء؟ قول. عن جد اشتقت لك. خلاص بكره الصبح تعال عندي، انا ناطرتك. اوكي حبيبي، يلا باي باي باي. يا سلام شو هالريحة الحلوة يا تيتي. شو هاد؟ ايدك ايدك ايدك، مو غسلت عكون. طب عزيزي شو؟ شو؟ حكيت مع ماما هلا. شو؟ بكره الصبح راجع على البيت. يو على اساس كنت عم تهدد ومري شو تنتقم وما انتقم. لا يا تيتي، معقولة أنت؟ واحد على التعصيب بيحكي أي كلام، حدا بينتقم من أمه؟ هادي عادي ناكل، عادي عادي بعدين نغسل. طيبين كتير هدول. بعدين يا تيتي امي شو بدها؟ بدها يعني تتجوز وحدة تليق بمقامها. ايوه وانا ما رح زعلها، رح اتجوز وحدة تليق بمقامها تمام. طيبين كتير هدول، عملتيهم لحالك؟ كلي تيتي كلي. لك يا فواز، لك وقت اللي مات ابنك ما عملت بحالك مثل ما عم تعمل هلا. ومنو قال لك الندم بيجي دفعة وحدة؟ المصيبة كل ما مر عليها زمن بتكبر أكتر وأكتر. شوف اللي بروح لولد لا يمكن ينساه أو يتناساه. ولك يا أخي أنا لا عم لك انساه ولا تناساه. ابنك الله يرحمه مات بحادث، حادث سيارة. يعني وين قصة الندم بالموضوع؟ ما عم أفهم. طيب مثل ما بدك، أنا رايح نام بالبيت. بدك اتصل بوحدة من البنات تجي لعندك؟ لا لا خاطرك. تعا يا روحي تعا. يا الله يا منى هاد البيت احلى من هداك البيت بكتير. خلاص ماما بروح. تعا حبيبي تعا لعندي. روحي انت دخيله. انا لك وين ابوكي؟ قاعد برا مع عمي، نبه علي انه ما حدا يدخل لعندهم. ها ايش هدول المصرات؟ انا مالي مصلحه فيهم، هدول بتصطفل فيهم انت وابنك باسي. أما الذهبات فهدول وريتي من أمنا الله يرحمها، يعني إلي وإلك. مزبوط؟ مزبوط. هي حصتك وهي حصتي، وحصتي بدي أقدمه ننقوط لبنت أخوي بعرسه. شو هالحكي يا عبد القادر؟ ما بقبل طاول أنا، هدول حق أولادك. اترك لي ولادي عزيق، انا لساتني عايش ما متت، وهي حصتي. واقسم بالله العظيم يا وفا، اذا ما بتاخدون لازدتم مش شباك على الشارع. لا تحلف ولا تقسم، بتاخد حصتك على الجرام. مو عم تقسم لي اياهم كانك عم تقسم شوال بطاطا. طيب ما راي احلف، بس دا حلفك لك باولادك ثلاثه. لو أنا اللي رايح معملي وبيتي وكل أموالي، ما كنتك ساوي معي مثل اللي عم بساويه هلا؟
طلع علي وفاء، علي الحلال إذا ما بتساوي مثل اللي عم بساوي أنا، معناتها البطن اللي حملني أنا 9 أشهر غير البطن اللي حملك. عم بقول لك أقسم بالله العظيم إذا ما أخذتهم لأزدتهم مش شباك على الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا خايف، بيتك بحلب لازم يصلح، وبعد عرس ديما بتنزل العيلة وبتيجي بتبرد بحلب، ترجع لناسك وأهلك، وإن شاء الله ترجع بتوقف على إجريك مثل الأول وأحسن. أنا بكرة من الصبح نازل لحلب أجيب العيال مشان يحضروا عرس ديما. بتوصي شي من حلب؟ أجيب لك حلب معي. حلب ست الكل أخاي، ما بتروح لعند حدا، نحن كلياتنا منروح لعندها. إيه ها؟ ايه ابوس روحك لك اضحك، فرجيني هاي الضحكه اللي صار لي سنين ما شفتها. يلا باي. لوين رايحه؟ على شغلي. قولي عليك شو فايليه لك. صحيح هذا المحل اللي بتشتغلي فيه قد ايه بيطلع حقه؟ بدنا ما رح نخلص من هاي السيره. اكيد مجرد سؤال، يعني مشان اذا بدنا نوسع مشاريعنا. نوسع مشاريعنا. أنا رايحة هلأ على شغلي، بس تكتب كتابك حاكيني تليفون طمنيني عن حضرتك. إيه؟ باي. ماشي باي. والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا عفاف. عفوا حبيبتي، أنت ما بدي زعلك، بس نحن الميكروويف يلي بعناه الأسبوع الماضي صرت دافع نص حقه. أجارتك هذه عن المستشفى هي ثالث مرة منروح بعشرة أيام على المستشفى، ثالث مرة بنروح على المشفى، إذا ما في ولادة بلا ما نروح. لا، هالمرة غير كل المرات، خدني خدني. يعني أكيد رح تبصي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا قومي يا قلبي، يلا قومي، على قومي. يا رب. يا رب. يلا. يلا، تفضلي. الشنطة، الشنطة لا تنساها. إيه الشنطة؟ كل مرة. على مالك بس. اسندي علي، اسندي أنت. يا ربي. شو بك؟ مو هون، مو هون تبظي الولد، عم نحكي بالمستشفى. شدي حالك وتحملي يا قلبي على مهلك. يا ويلي يا ويلي. هيك بدنا نمشي. اوكي جلسي حالك. يلا ليك السيارة هون على الباب. ايوه على مهلك. يا ويلي. لك على مهلك. لا حول ولا قوة. لا والله الولادة بتعذب. مالك قومي، مالك قومي، مالك قومي. بونجور حبيبي. أهلين دانا. وينك؟ أنا بدي شي ساعة وبعدين بجي على المكتب. لسه ما وصلتي على المكتب؟ طب يلا ساعة والحقيني هونيك، ما بدنا نتأخر على المحكمة. أي ماشي حاضر. باي. ده اشتغلك كتير، دير بالك على أمك. ها جمعت الجي ار سي؟ اي. ما اشتقتي لمرت عمك؟ اي والله اشتقت لهم كلهم. وكرمال عيونك أنا راي لحلب أجيب لك العيلة كلها تحضر عرسك. يلا توصوا شي يا جماعة. الله يخلي لنا اياك، عذبناك معنا يا خاي. ولو روح ان شاء الله بنخدمك فرحة اولادك. الله يخليك، بس وصلت حلب فورا اتصل ان شاء الله. طمنا. ها يلا السلام عليكم. توصل بالسلامة. الله معك. حما الله. مع السلامة. أنا عم سوق بعدين 50 مليون مأخر لكان. ليش حبيبي؟ أنت ناوي تطلقني؟ لا ولكن شو فرقت معك؟ إن شاء الله حطينا 500 مليون،
بعدين نحن حطينا مقدم مليون وغير مقبوض. بس أنا بقول له مليون مقدم مليون مؤخر، بتقومي أنت بتقولي له لا 50 مليون مؤخر. يا حبيب أنا حطيت قيمتي عندك. وين عفاف؟ ما تيجي تساعدك؟ عفاف عم تولد. عم تولد؟ أعطيتيها شي مصاري؟ وليش بدي أعطيها؟ ما قالها معي مصاري. قصدي إنه بخلوها عم تولد يعني بركداً لزمون شي، بلكي احتاجوا شي. أوكي. أولاً جوزها هو اللي عم يشتغل عندي، وثانياً بلا هالطمع عالطالعة والنازلة بيطلبوا. بدك تبلشي تجهزي جهاز عرسك؟ يعني لازم لي شوية أغراض هيك. لسه بكرة. بكرة على أحلى وأحلى كمان. شوفي بكرة؟ بكرة السحب. بعدين أنا ما بفكر بالارتباط. يمكن ما أفكر بحياتي كلها. ونرجع على حلب وهذا الحديث معك فيه بعدين. على جستي يا رسام. خلوني أشوف بنتي إن شاء الله. إن شاء الله يا أمي. ديانا اتفقت مع ديما إنه كل ما بتجي من السفر رح تبعت لنا سالي كم يوم تقضي عنا البيت. يعني مثل ما بقولوا بده إعادة أعمار من أول وجديد. البيت ما هو للبيع. عم تسمعني كويس؟ أنا بدي أرجع حلب.